أن هذه المقاطع التي انتشرت لا يجوز أن تنشر ولا يجوز أن ترى. لما؟ لأن هذه المقاطع فيها ترويج وتسويق لهؤلاء، فهنا من حيث لا نشعر نريد النصرة، وإذا بنا نضخم الأمر ونعظم الأمر ونزيد الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا نشعر. إذا لا يجوز أن تنشر ولا أن تبث، ولا يجوز أن ترى هذه المقاطع التي يساء فيها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يجب عليك أن تحذفها، لأن تلك المقاطع لو رؤيت ربما استقر في الأذهان أن هذه الصورة هي صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل من لديه قدرة عظيمة فائقة في مجال وسائل التقنية، من لديه قدرة على أن يعيق هذه المقاطع من أن تكون في اليوتيوب أو فيما شابه ذلك من مواقعها، فهذا واجب عليه وجوبا عينيا، وأجره عند الله عز وجل.